أحبائي جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك لكم. نحن اليوم بدنا نعطيكم وصفة هيدا مفيدة كتير 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 للأشخاص اللي معهم مشاكل قلبية بالشرايين. المشروب نحن اللي بدنا نقدمه اليوم هو بنظف وبزيل الجير، التكلسات بشرايين القلب. شايفين؟ نفرجيكم على الصورة هيدا. شايفين هون أحبائي؟ هيدا هون شريان القلب الشريان اللي بيطلع على المخ لفوق. يعني مش انه كل واحد بيكون معه الكوليسترول عالي بيكون مثلا سكرين الشرايين، اكيد بيسكروا معه، ولكن على بس الواحد يصير كبير بالعمر بيصير معه التكلسات والجير بالشرايين، بيسكروا هدول بالجير. شايفين؟ بيصيروا ما عادش فيهم في الدم، بيصير معه جلطة دماغية او جلطة قلبية بتصير معه، خصوصا بهدول الشرايين. هدول في هون شرايين الصغار كمان بالقلب، هدول بيعملوا كتير مشاكل. فهيدا هو الشريان مثلا الكبير اللي بيطلع لفوق على الراس، هيدا هو الشريان شريان القلب مظبوط. بس يكون هدول فيهم الجير تكلسات بصير الدم ما بينزل، يعني بصير الدم مسكر ما بيستطيع انه يعطي الدم لكامل جسم الجسم الانسان، بسكر بصير واحد لا سمح الله معه جلطة قلبية. نحن مشروبنا اليوم هيدا بدنا نعالج فيه وبدنا ننظف فيه شراييننا، شرايين القلب، ونقيم الجير والتكلسات منه. وهيدي وصفة بتشربوها يوميا للأشخاص الموجودة معهم هذول المشاكل القلبية. وصفة كتير 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 سهلة، مكوناتها كتير كتير سهلة. بدنا نجيب خل التفاح. يعني خل التفاح هو شيء رهيب رهيب رهيب. بنحط ملعقة، وهيدي ملعقة وسخة، ملعقة غيرها بصير كله. أنا فيديوهات عندي ما بغيرها أبدا. سو بنحط هون ملعقة خل التفاح. خل التفاح كتير منيح للشرايين، فيه البكتين. ملعقة هون. بنجيب حامض، أما بنعصر حامض طازة، اما بناخد عصير الحامض الليمون 100%. هيدا شايفين انا عندي اياه هيدا. بنحط هون كمان ملعقة حامض. بجيبنا هذا المشروب هيدا للاشخاص هاللي بيعانوا. حطينا ملعقة هون على بركة الله. اسا نحنا هون بنحط فيه هون الكركم، رش رش الكركم. بس نحن هون توابل الكروية، اسمها الكروية، بنحط فيه هون الأدينة ملقة الكروية هون فيه. عندنا هون ثوم مطحون، فيكن تاخذوا الثوم طازة كمان، أما الثوم عادي بتاخذوا نص فص ثوم منه، أما ثوم مطحون أنا نحط ثوم مطحون معه هون شوية ثوم مطحون. اسا بنحط لهم شوية فلفل حار اسود حتى يروح الكركمين ومادة الكركمين تتخلط مع بعض. اسا بنحط لهم شوية زيت الكتان، اذا ما عندكم زيت الكتان بتحطوا زيت الزيتون شوي هون. انا لازم نحط هيدا الزيت، هيدا المواد تتخلط كلها مع بعض، خلطناهم نحن مع بعض. شايفين؟ انا حطون هون ماء ساخنة، نحط فوق ماء ساخنة شوي ونخلطهم كثير. هيدا المشروب بس تصوروا مخلصين الفطور. شايفين؟ بتشربوه هيدا قبل النوم، بتشربوه هيدا. شايفين كيف صاروا كلهم دايبين؟ دوروا الكركمة كلياتها منيحة. هدول قيموا من بعد هون شوي هون، كله هيدا مادة نافعة كتير. هيدا بتشربوها، أنا رح أشربها قدامكم على بركة الله. شربتها كلها نافعة
نافعه نافعه للناس للاشخاص اللي معهم الجير التكلسات بقلبه ما ما معهم يشربوا هالمشروب هيدا هيدا مشروب من عند ربنا بفتح كل الشرايين. نتمنى لكم صحه والعافيه وراحة البال لانه بس الشرايين الدم تكون كلياتها مفتوحه والدم بيجري بكل جسم الانسان بيعطي لكل جسم الانسان الاكسجين هل الجسم بحاجه له بصوره واحد عنده طاقه قويه خصوصا بشهر رمضان. بارك الله بكم جربوا هالمشروب هيدا اشربوه يوميا قبل النوم اشربوه هيدا قبل السحور اشربوه وهيدا مشروب سحري. بارك الله بكم والله معكم ومع سلامة الصحة والعافية لكم والله معكم وباي باي. وإذا بتعجبكم القناة هذه ما تنسوا المشاركة فيها والله معكم ومع السلامة.